متجرين انت تخير، تكون زي المقايضه اوكي بينكم. طيب نبدا مع الصف على اليمين. عارفين ارصدتكم يا شباب ولا لا؟ ما انتم عارفين. على السريع واتمنى ما عاد احد يسال، بناخذكم واحد واحد ونعطيكم سيف المطيري. كم عندك؟ والله ما ادري. 1350. 1350؟ نعم. فهد فارع كم؟ 500 ريال. 400 ريال نقص 100 وافتح مايكك. طيب علي الجعيدي جعله بالعافيه ياكل رز، هو اللي شرى الوجبه من مبلغه. اذن كم؟ 2725 عند علي الجعيدي. اعطونا اياه على السريع. مشاري عمر كم يا مشاري؟ حل 2000. 2051 ريال. 2051. احمد العوض 1950. عبيان 4130. رصيد المالي عالي عندك. كم؟ 4000. اللي بعده 4130. عبد الله الروقي 950. 950 زايد 1364. العرجاني فيصل 1625. أورنس عبد العزيز 909. مسفر برميثة 600 ريال. عبد الله الفريدي 1140. كرعاني 3305. 3550. 1600 كم؟ 3505. عبد الله الكرعاني وينك؟ عثمان الجنيبي 1625. مسلط الجبلي كم تتوقع؟ 6000 تقريبا. انت تحس انك ماشي صح الى الان؟ شباب انتم ما انتم حافظين مبالغكم، يعني ليش ما انتم مهتمين في الموضوع هذا؟ تتغير هي ابو، يعني ليش مهملينه؟ يعني انا تعودت اني اول ما قبل ما اطرح المزايد اطرح لكم الارصده الماليه، يعني احس فيه استهتار صدق. في فيه زياده. طيب احسبوها، المفروض تحاسب على الريال انت عشان ما حد يغشك ولا يعني كل بعيد ان كل شاء الله. كل اسبوع 1000 زيد 1000 ان شاء الله. ما انت مغشين جهنم مباركه. هيا ابو قشران ما شاء الله 18 متسابق واكثر، يعني اكيد في لخبطه. وليد كل اسبوع يزيد 1000 صح؟ حسب ما تحصل انت في المستثمر اليوم الاربعاء والمزايدات. طيب بنتكلم عن موضوع الأرصدة المالية العامة بس بعد ما نخلص. مصلت 7000 ما شاء الله 125 ريال. أعطونا اللي بعده. طيب قفلنا كذا، هذه أرصدتكم المالية. أنتم متخيلين يا شباب أن رصيدكم العام توتال لكم كلكم يعني ما يقارب تقريبا 31400 وحاجة بسيطة، يعني انتم متخيلين نحن وصلنا البزنس 64 والمقرر انه يوزع لكم فوق ال 120000، احنا ماخذين اقل من 30% فقط. انت يعني ما ادري هل هي يعني سوء ادارة منكم او ناويين على شيء في الاخير. سمي مسفر انت تحاسب 600 اللي قبل شوي صح؟ ايه. المبلغ هذا هم اللي اخذته هنا في المتجر، يعني من المشتريات اللي اشتروا من المتجر؟ ما لك علاقة في المشتريات انت، انا قاعد اعطيك المستثمر. ما عندك؟ ايه. طيب على احصائيات المبيعات تكون في سيد الاستثمار فقط ودخولك للبرايم. قبل المزاد الاخير كنا تقريبا 67000 واصلين نسبة المبيعات. وهذه حقت ايش 600 ذي؟ مبالغكم عفوا. مبالغ ايش بالضبط؟ ايش؟ مبلغ ايش بالضبط هذه؟ هذه المبالغ اللي توزع لكم، ارصدتكم المالية اللي توزع في الفقرة من المستثمر نفسه. من المستثمر نفسه؟ اللي تاخذونها يوم الاربعاء في أيه؟ تسويقكم. بنحاول احنا نطرح لكم يعني امور ثانيه تزيدون منها الرصيد المالي حلو. والرصيد السهمي سواء، الله يعين. لكن شدوا حيلكم 64 يوم، ما انت عارف يا مسفر. والله هذه المشكله، هذا المحزن. طيب صراحه ما علينا. نبغى نبدا المقايضه يا شباب. اللي حاب يقايض من الصف الايمن